ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ والله وحشاني القعدة معاكم في المدرج والتجاوب معاكم. طبعا الله يعينكم في المحاضرات الاونلاين وعدم وجود الدكتور قدامكم، يعديها بس على خير بإذن الله، وربنا يقدم لي في الخير بإذن الله. النهاردة محاضرتنا هتبقى في جزء اسمه اكسليريتورز. ده من الحاجات اللذيذة قوي 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 اللي احنا هندرسها بإذن الله، اللي هي بيسموها المعجلات او الاكسلريتورز. طيب، هم الناس عملوا اكسلريتورز ليه؟ تعالوا نشوف الناس اخترعوا الاكسلريتورز ليه. اولا، ايه هو الاكسلريتور؟ اول حاجة لازم نعرفها هو ايه؟ ديفايس، حلو، جهاز بينتج انرجيتك بيم اوف بارتكل. يعني ايه انرجيتك؟ يعني جهاز بينتج بارتكلز او بيم. يبقى زي ما احنا عرفنا ان هو بينتج بارتكلز لها طاقات عالية. ليه عايز انتج طاقات عالية؟ وعشان ايه؟ وايه استخداماتها؟ طبعا ده بيبان من استخدامات الاكسلريتور. بيستخدم في ايه؟ في علم الكيمياء، في الكيمستري، بيولوجي، ميديسن. يعني انا مثلا عايز اغير مثلا في تركيب، مثلا لو انت عندك مثلا ايه الاورجانيك كيمستري، عندك استراكشر معين عايز اغير فيه، يبقى عايز طاقة عليه عشان اغير فيه، فبنزل بارتكلز على التارجت بتاعي. بيكون المادة اللي انا عايز اغير فيها الاستراكشر بطاقة عالية، فبيغير الاستراكشر لحاجة مثلا معينة. البيولوجي، عايز اعمل ميوتيشنز مثلا، عايز اغير مثلا في تركيب الدي ان ايه، عايز اعمل كده، فبجيب بارتكلز لها انرجي عالية، حلو، عشان تغير ده. الميديسن اللي هو العلاج الراديو اكتيفيتي، اللي هو بالراديو اكتيفيتي، العناصر دي بحضرها ازاي، اللي هي زي الايستوب برودكشن، ان انا عايز اعمل انتج ايستوبس عشان انا حاجين مريض مثلا بمادة راديو ثيرابي. المواد دي اصلا مش موجودة في المعمل او موجودة في المستشفى افيلبل. هما بيجيبوا مواد وبيصنعوها جوه المستشفى او جوه المعمل اللي بيتحقن بيه المريض بالماده الراديو ثيرابي، اللي بيتعمل له راديو ثيرابي. حلو، يعني هو بيجيبوا مثلا ماده ستيبل، بينزلوا عليها راديشن، حلو، باشعه لها طاقه عاليه، فبتحول لي الماده من انها ستيبل لانها تبقى راديو اكتيفيتي ويحقنوا بيه جسم الانسان، زي ما انتوا ايه شرحت لكم قبل كده في المحاضرات اللي قبل كده. بيغيروا كمان ساعات في بعض بيصنعوا بيه سيمو كوندكتورز، بيغيروا في التركيب بتاع السيمي كوندكتورز عشان يقدر مثلا يصنع منها ترانزستور لكفاءه معينه، جانكشن لحاجه معينه في الاستخدامات. والحاجه التانية الاستادي ذا بيلدينج اوف ماتر، ازاي يدرس تركيب المواد، تركيب النواه. وطبعا في بعض الاكسلريتورز اللي طاقتها عاليه جدا جدا جدا، دول بيستخدموها عايزين يعرفوا ازاي البيج بانج او بداية الكون اتخلق ازاي او اتكون ازاي، عن طريق ان هو بيعملوا طاقات عالية جدا لبارتكلز عالية جدا ويعملوا بيها تفاعلات معينة عشان يقدروا يدرسوا الهاي انرجي دي اللي هي كانت في سبب تكوين الكون حسب النظريات، مليون نظرية طالعة في الجزء ده. حلو، فبيحاولوا يشوفوا بالهاي انرجي فيزيكس عن طريق الاكسلريتور، حلو، اللي هو حاجه اسمها، دول حاجه موجوده في اوروبا دلوقتي، ال اتش سي لونج هادرون كولايدر، وده هديكم فكره عنه في المحاضره اللي بعد كده باذن الله. ده بيستخدم ازاي او ايه شكله او ايه كيفيته. طيب، يبقى انا دلوقتي عشان ادرس البندنج اوف ماتر، واحد يقول لي طب ما الالكترون مايكروسكوب بيستخدم في ان انا اعرف المواد بتتكون ازاي. ماشي، بس الالكترون مايكروسكوب ليه ليميت، ان هو في الاتوم، ان انا اعرف التركيب يعني ليك ليميت معين. لكن انت عشان توصل لحاجه مثلا لعشرة اس ناقص مثلا 15 متر، حاجه طولها مثلا او حجمها 10، الابعاد بتاعتها بعد منها 10 اس ناقص 15 متر، حلو، انت هتعمل ايه؟ واحد يقول لي طيب هو الميكروسكوب العادي ازاي؟
بص نرد عليك ازاي. الميكروسكوب العادي هل بيستخدم اللايت العادي، الويف لينس بتاع اللايت تقريبا، اللايت هل في رينج 5 × 10 او 5×10⁻¹⁷ متر. وزي ما انتوا درستوا قبل كده ان عشان اشوف الحاجه عن طريق الديفراكشن، ولازم الحاجه اللي بتتشاف بتبقى في الاوردر بتاع الويف لينس. يعني انت اقل حاجه تقدر تشوفها بالضوء العالي بالعادي في الرينج ده او ايه اكبر شويه. طيب لو انا عايز اشوف حاجه اقل يبقى لازم الويف لينس ده يقل. طب الضوء العادي اقل يعني ده الرينج بتاعه، يبقى لازم ينزله بايه بالويف لينس. فاخترعوا الالكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب تقريبا اللامدا بتاعت الالكترون مثلا تقريبا في حدود 10^8 × 10^9 متر تقريبا. اوكي ممكن 10^10 بتوصل لها حسب الانرجي، يبقى دي اقل حاجة بتشوفها. طب انا عايز اوصل ل10^15 متر، ده السؤال بتاعنا، بعمل ايه؟ ده اللي احنا ايه هنشوفه. طبعا الالكترون مايكروسكوب هو يعتبر اكسلريتور، بس الاكسلريتور لمين؟ للالكترون، ان هو بيطبقه هاي فولت زي ما انتوا درستوا قبل كده. الالكترون بيجري، كل ما سرعته بتزيد كل ما الويف لينس بيزيد. واحد الالكترون ويف لينس، طب الضوء احنا عارفين الكترو ماجنتيك ويفز، فعارفين ان هو ليه ايه ويف لينس او طول موجي، ازاي الالكترون ليه ويف لينس؟ طب تعالوا نفكركم بحاجه انتوا درستوها قبل كده. اوكي دي براولي، دي براولي قال ايه؟ any moving particle is associated with a wavelength. يعني اي particle بيتحرك او بيمشي بسرعه بيبقى ليه طول موجي مصاحب ليه. طيب احنا عارفين ايه؟ ان الفوتون هو اللي ليه طول ايه موجي، صح؟ الفوتون هو اللي طول موجي. الطول موجي بتاع الفوتون عباره عن ايه؟ نفكركم، بيجي من الاي بتساوي اتش سي على لامدا. اوكي طيب انا لو عايز اقيس حاجه في الرينج بتاع 10^15 متر، يبقى انا هحط اللامدا بالرقم ده والسي 3×10^8 او 3×10⁸ متر بير سكند، و اتش اللي هو بلانكس اي كونستانت، هيطلع لي الانرجي 2×10⁻¹⁰ جول. يبقى الفوتون الواحد لازم طاقته تبقى بده. طبعا فوتون بالطاقة دي، ده فوتون طاقته رهيبة. طيب البارتكل انا عارف برضو دي براولي كان بيقول ان اللامدا بتساوي اتش على بي، بي اللي هي مين؟ احنا عارفين المومنتم بتاع البارتكل اللي هو بيساوي ام في في. ام اللي هو مين؟ الماس بتاعت مثلا الالكترون لو انا بتعامل مع الالكترون او اي بارتكل. الفي اللي هو مين؟ الفيلوستي. اوكي طيب يبقى انا دلوقتي عشان احقق ده لازم الطاقه بتاعت البارتكل بتاعي توصل لكام؟ ل2×10^12 عشان اجريه، عشان احصل على الويف لينس اللي انا عايزه اللي هو في الاوردر بتاع 10^15. يبقى احنا هنا دي المقدمه دي بتبين لك ان البارتكل ليه ويف اسوشيتد بتاعته بقوانين ايه؟ دي براولي اللي احنا درسناها ايه قبل كده. يبقى انا حسب الـ الطاقه دي يبقى المفروض الانرجي بتاعت البارتكل بتاعي اللي انا عندي اللي انا هستخدمه حلو لازم اوصله عن طريق الاكسلريتور بطاقه بالجيجا الكترون فولت او التيرا الكترون فولت. ودي انتوا دلوقتي حاليا بتشوفوها في ايه، لو انتوا بتشوفوا نت او ابحاث او حاجات شغاله دلوقتي بتلاقي يقول لك جي اي في او تي اي في، دي معناها ان هو وصل لبارتكلز بطاقات جيجا الكترون فولت او تيرا الكترون فولت. يبقى انا الاكسلريتور ما هو الا جهاز عشان اسرع البارتكلز اديها طاقه عاليه عشان اعمل بيها حاجه من اللي احنا قلناها قبل كده. اوكي ازاي اسرع البارتكلز؟ لو انا عندي بارتكل موجب حلو عايز اجريه يبقى لازم احط قدامه ايه؟
بليت سالب، فاوتوماتيكال بارتكل ايه هيجري بسرعه عليه. طب لو بارتكل سالب احط قدامه ايه بليت ايه موجب، فده هيجري ايه عليه. وكل ما الفولت اللي انا مطبقه يبقى كبير، كل ما الكاينتيك انرجي بتاعته تبقى كبيره. ازاي؟ بص، مش انا عارف ان الكاينتيك انرجي بتساوي نص او هاف ام في سكوير، في اللي هي هنا ايه velocity، طيب، وبتساوي اي في في كابيتال، وفي هنا اللي هي الايه البوتنشال ديفرنس. اوكي، طيب، يبقى انا كل ما اعلي البوتنشال ديفرنس كل ما الكاينتيك انرجي او سرعه البارتكل ايه تزيد، فاقدر اعمل بالايه بالبارتكل ده الحاجه اللي انا ايه عايز اعملها. يبقى احنا كده فهمنا الفكره. يبقى انا فكرتي كلها اكسلريتور، اعمل لي جهاز بيديني هاي فولت عالي يجري لي البارتكل بتاعي فيعمل لي ايه الرياكشن. فهمنا؟ طيب، وكل ما الفولت يزيد كل ما كينيتيك انرجي ايه بتزيد. من اوائل الناس اللي فكروا في ده واحد اسمه ايه فان دي جراف. اوكي، عمل حاجه اسمها فان دي جراف اكسلريتور او جنريتور. الجهاز ده جميل قوي قوي قوي، وتشوفوا بساطة التفكير زمان كانوا عاملة ازاي. الجهاز عبارة عن ايه؟ ده زي قبة حديد. اوكي، هنا في سير، وده بيلت حزام او سير حلو من المطاط او الجلد، وهنا موتور. الموتور ده بيشتغل بيحرك السير ده، فالسير ده بيتحرك ايه لفوق كده يلف ويرجع تاني زي بكر. اوكي، هنا عندي حاجة اسمها كورونا تشارجينج. طبعا ايه جاي على المفهوم بتاعنا كورونا. كورونا يعني هالة بالعربي، يعني هالة. هنا بيعمل زي سبارك او بيدي شارز او شرار عن طريق الفولت ده. ده من 20 ل 30 كيلو فولت، فيعمل التشارج ده فبيولد شحنات موجبة. الشحنات الموجبة دي الكتروستاتيك، فتفضل ماشية 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 لحد ما توصل هنا. بيحطوا هنا حتة حديدة صغيرة او كوندكتور. كوندكتور ده بيعمل ايه؟ بيروح ساحب الشحنة، طبعا بتحب تمشي في الكوندكتور، تقف على الكوندكتور فتمشي وتبتدي تتجمع على القبة الميتال دي. اللي طبعا البلت هينزل ايه فاضي ما فيهوش حاجة، يطلع السبارك شغال يروح اخد الشحنة برضو طالع. اللي بيحصل؟ بيحصل عمال يحصل accumulated charges accumulated charges، الشحنات عمالة تزيد. حلو، فوق بقى شحنة موجب كبيرة، وتحت في جراوند او الشحنة السالبة. الفولت يفضل يتراكم 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 لحد ما لقوا ان الفولت ممكن يوصل ل 2 ام في، 2 ميجا فولت. ام اختصار كلمة ميجا، يعني انا عن طريق الفان دي جراف بوصل ل ل ل فولت بوتنشال ديفرنس 2 ميجا فولت، ساعات ممكن 3 ميجا فولت. طيب، وصلت للفولت ده، بيجوا يكونوا حاطين جوه هنا، ده الجزء اللي انت شايفينه على جنب ده. حلو، بيكونوا حاطينه ايه جوه. اوكي، ده عبارة عن ايه؟ بارتكل سورس. السورس او البارتكلز اللي انا عايز اعملها اكسلريشن ببقى حاططها ايه هنا. اوكي، فبتيجي هنا مثلا لو انا عايز اجري مثلا البارتكل، طبعا بجري بارتكل ايه موجب، بحط بارتكل ايه موجب، فبيحصل ايه؟ بيحصل ريبالشن عالي جدا 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 ما بينه وما بين المنطقه دي، فتلاقيه جرى بسرعه كبيره. جميل، جرى بسرعه كبيره وراح للتارجت اللي انا عايز اعمل معاه الرياكشن. عايز اعمل مثلا شطار نووي، عايز اعمل اكشف على حاجه، عايز اشوف حاجه، فالبيم بيفضل يمشي في تيوب جوه، بيمشي بسرعه عاليه جدا. حلو، لحد ما يخبط في التارجت ويحصل الحاجه اللي انا عايزها. يبقى انا عملت ايه؟ ولدت بوتنشال عالي، عمل اكسلريشن للبارتكل بتاعي. وهنا موجب، يبقى انا احط موجب عشان يحصل ريبالشن. واحد يقول لي انت ما حطيتش سالب ليه؟ ما انت لو حطيت سالب، السالب هيعمل له اتراكشن لفوق
فيبقى ايه ما استفدتش بيه. يبقى انا ممكن اجري ايه الفا بارتكل بروتونز اي حاجه ايه موجبه ممكن ايه اجريها بواسطه مين الفان دي جراف اكسلريتور او معجل الفان دي ايه جراف. طيب ايه التطبيق التاني او النوع التاني من الاكسلريتور؟ النوع التاني من الاكسلريتور حلو اسمه كوكروفت. كوكروفت شبه فان دي جراف، بس كوكروفت عمل ايه؟ قدر يحصل على بوتنشال ديفرنس حلو او فولت لحد 4 ميجا فولت. يعني ايه؟ فان دي جراف وصل لمين؟ ل 2 ام في. طبعا ده بالنسبه لهم صغير لانه عايز يوصل لفولت عالي عشان يوصل لطاقات عاليه والبارتكل يمشي بسرعه عاليه. فعمل ايه؟ سيركت من السيركت دي قدر يوصل بقى للفولت ده ماشي. وده اكتشفه سنة تقريبا في الثلاثينات الكوكروفت. وعلى فكرة انت لو مبنى كلية العلوم في الشاطبي في الحرية طريق الحرية كان في مبنى صغير كده في الجنب مكتوب عليه الفيزياء الإشعاعية، ده جواه كوكروفت جنريتور. يعني احنا عندنا في الكلية في رياكتور سوري الاكسلريتور اللي هو مين؟ كوكروفت. طيب ده بيكون من دايرة بسيطة قوي اوكي. هنا ترانسفورمر بينقل الفولت من هنا لهنا بيحصل له امبليفيكيشن. بعد كده في دوائر ايه؟ الدوائر دي انتوا دارسينها قبل كده اللي هي دوائر ايه؟ ريكتيفايرز اوكي. وبتعمل امبليفيكيشن يعني بتعمل ريكتيفايرنج. يعني مثلا هنا ايه الفولت داخل اي سي فولت اللي هو تيار متردد او جهد متردد، اول ما عدى على دايره ريكتيفاير هنا لو كان ارتفاعه يو ماشي اللي هو الفولت، بعد ما دخل على الريكتيفاير بقى ايه الضب بقى ايه مفيش سالب بقى 2 يو، الامبليتود بتاعته بقت 2 يو. دخل على الريكتيفاير تاني بقت طلع فوق بقت 4 يو 6 يو. كل دايره ريكتيفاير عاملينها عمال تزود الفولت الدبل على طول. فقال لك اليو توتال الفولت الكلي حلو هيساوي ايه؟ قال لك هيساوي 2 في في ان سوري هنخليها باليو 2 يو في ان. يو اللي هو الجهد اللي داخل، ان عدد دوائر الريكتيفاير ناقص 2 باي اي اللي هو الكرنت على اوميجا اللي هو الانجلر فريكوانسي في سي اللي هو الكاباستنس قيمه الساعه بتاعت المكثف حلو مضروبه في 2 على 3 ان تكعيب زائد 1 على 4 ان تربيع زائد 1 على 12 ان. يبقى احنا دي المعادله اللي بيقدر يحسب اليو توتال او الفولت اللي هو هيقدر يوصله. طبعا المفروض ثيوريتيكال لو الدايره بيرفكت كان المفروض 2 يو في ايه في ان، بس عشان بيبقى في نويز وفي حاجات في السيركت فبجزء ده بيطرح ايه منها. طبعا انا بتكلم على الايديال، فكان الايديال بتاعي ان هو ايه الفولت اللي انا هوصل له اللي هو 2 يو في ان. يبقى هو بيعمل حاجه، يبقى الجهاز بتاعي كوكروف جهاز شبه فان دي جراف، بس بدل ما ينقل الفولت عن طريق بيلت او حزام لا هو بيكون فولت عن طريق الكترونيك سيركت حلو اللي هي كاسكيد جنريتور. كاسكيد يعني متتالي ورا بعض، فعن طريق كده بيولد الفولت العالي. فالفولت العالي ده بيعمل ايه؟ لو انا حطيت بقى البارتكلز بتاعتي هيحصل لها اكسلريشن. وزي ما احنا شفنا كان اول جهاز شغال عند 2 ميجا فولت، الجهاز التاني عند 4 ميجا فولت. فاهمين كده؟ ده كده اول نوعين من الاكسلريتور. حلو كفايه عليكم كده باذن الله. ويبقى كده فاضل لنا ايه باذن الله؟ اللينير اكسلريتور والسايكلوترون. وهديكم هنت كده على اللونج هادرون ايه كولايدر. ويبقى كده خلصنا ايه المنهج باذن الله لما نخلص ايه الموضوعين والفكرة عن الجهاز الثالث. يبقى كده خلصنا المنهج بإذن الله. أرجو يا شباب تابعوا ذاكروا، احنا مش عارفين، احنا ممكن الدراسة يقول لك في امتحانات فيا ريت تذاكروا. يعني على الأقل تعالى على نفسك، ممكن انت نفسيتك مثلا مش عارف ايه بس انتوا قاعدين في البيت، فيا ريت تذاكروا وتهتموا
لان الحاجات دي برضو انت حتى يعني هتفيدك في حياتك. فربنا معاكوا يا رب، وربنا يوفقكوا يا رب.